بتيش يا تو ادخل في الحساب تركيل مع ديما لا 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 ما عنديش شد يعني يقول لك شد شعره اي لا واحد الكلب كيديك نشوف من هنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في جولة في لكاسكاد او عين الدخلة او الفالي دو عين الدخلة. هي مكان تلتقي فيه واحد مجموعة دي الجبال وهي هذه الجبال الرخامية اللي تنشوفوا هذا الجبل كله رخام وتتميز هذه المنطقة بكونها تتمارس فيها مجموعة دي الهوايات من بين الهوايات الغوندوني يعني المشي على الأقدام وسط هذا المنظر الجميل ديال الغابة وفي نفس الوقت كاين تسلق الجبال. حنا نحاولوا نقربوا أقرب نقطة باش ننقلوا لكم هذاك المنظر ديال الكروشي وكذلك تتخلل هذا المكان تتخلو عبارة على أماكن الناس يضلوا فيها ملي تتكون الشمس تدوزوا لا جوغلي ديالهم بخير وعلى خير. هاد السيد العم ديالي وراه ريادي اللي هو ولد المنطقة نتابعو لاحظنا هاد العظمة ديال الله كيفاش تبان سبحان الواحد القهار وصح الجعل سبحان الواحد القهار